في إطار حماية صحة المستهلك وقمع الغش عبر إقليم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان، تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالولجة من توقيف شاحنة بمبرد على مستوى الطريق الولائي رقم 14، وبعد مراقبة الوثائق الإدارية للمركبة وتفتيشها تفتيشا أمنيا، تم العثور على متنها كمية من اللحوم البيضاء تتمثل في 3 قناطير من الديك الرومي، منزوع الريش وغير منزوع الأحشاء. كان يقوم سائق المركبة بنقلها قصد توزيعها على مختلف القصابات بدائرة عمي موسى دون امتلاكي لشهادة الطبيب البيطري، مع عدم احترامي لشروط النظافة. تقدر القيمة المالية الإجمالية للسلع المحجوزة ب 15 مليون سنتيم. على إثر ذلك تم فتح ملف قضائي مع حجز البضاعة وإتلافها بحضور ممثل مكتب النظافة والصحة العمومية وطبيب بيطري تابع لفرع مديرية الفلاحة بعمي موسى، مع تحرير محضر الإتلاف. ويبقى الرقم الأخضر 1055 والموقع الخاص للشكاوي المسبقة www.ppgn.mdn تحت تصرف المواطنين.